تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني. موقف يظهر هيبة وجلال أن تكون حافظ للقرآن. إن اليوم اسمك ربط برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لا ألا اليوم أتراعي كل حركة، كل نقطة، كل تصرف. فكن قدوة صالحة. ما في شعور في الكون كله يوازي شعور لما الواحد يختم كتاب الله. السعادة كله يبحث في الدنيا السعادة. سعادة. يا الله اجعل وسامي في الورى قرآني، قرآني. القرآن لن يعطيك شيء منه حتى تعطيه كلك. أنت تريد أن تقرأ كلام الله وأنت بهذا الشكل نايم كذا؟ القرآن حيكون مرافق معي ومعك حياتنا وموتنا وبعثنا. أخبرني كم عمرك حتى تقول أن حفظ القرآن صعب وأن العمر قد فات؟ هي لا تقرأ ولا تكتب أصلاً، تقول مررت بأربع معلمات حتى ختمت القرآن. كيف نعيش من دون قرآن؟ تخيلوا الحياة من دون قرآن. القرآن جنة الله في الأرض. إلى يوم القيامة، إذا وقف الناس يوم القيامة وليس هناك أي عبادة إلا قراءة القرآن. ندمت على أكثر أوقاتي التي كانت في غير معاني القرآن. إمام مسجد خاشع كان سبب في هداية ضيفنا اليوم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. مهما عشت من أحوال صعبة وهكذا أقرأ القرآن أرتاح. في لحظات تعب واختبار من الله عز وجل، لكن لا تيأس. الله أكبر. إلجأ إلى كتاب الله عز وجل. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بقول تعليق تحذفوه بعدين. والله شيخنا هذه الإجابة لم أسمعها من أحد. هذا حصري في برنامج وسام. الشيخ اعذرني على هذا السؤال. مرة فاجأتني بالسؤال والله. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. إلى الفاقدين للبركة في حياتهم، إلى الباحثين عن التوفيق في حياتهم، إلى من يروم الطمأنينة. فإلى كل هؤلاء أقول ربح البيع، ربح البيع.